إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله كل يركز سينك بكل أبن أخي أبريان مولك كان كل يهدي إن شاء الله كناب توحيد الأسماء والصفات والصفات سنة بنتين Mengapa tauhidul asma wa sifat sangat penting? Ikhwani, tauhid uh, asma wa sifat ni adalah uh, teras akidah. Teras akidah. Sebenarnya kita bila uh, nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Sepatutnya bukankah wajib atas kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala? Dan ikhwani uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam .ااا أه... تليه سيرو باتشي كتاب صحيح البخاري يعني طبعاً أنت دا... طبعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل كتابه هو سني باقي مانك كله الله سبحانه وتعالى مين تلعننا ما الله حديثني حديث حذيفة قال طبعاً رواه البخاري من حديث مسلم حديث مسلم ابن إبراهيم الأسدي آه طيب آه حدثنا شعبة ابن الحجاج قال عبد الملك طبعا عبد الملك آه ابن عمير وهو صدوق عن ربعي آه ربعي ابن حراش ثقة عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت طيب دعائك يا إخواني مستدين مع الله سبعتوك إتكنا كنا إسك الله سبحانه وتعالى طيب دعاء رسول الله اللهم باسمك أحيا وأموت دعاء سبلهم تدور إني دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم باسمك دعنا نامو يا الله أحيا وأموت وإذا أصبح قال بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانون باجي رسول الله كتب الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا سمو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دن دعاء الصحابة من الله طيب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حديث صحيح أمم خوني سمو دعاء كتاب سمو دعاء كتاب من جونا الله سبحانه وتعالى ما كتوحيد الأسماء والصفات ترى ما بنتين طيب كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلالك أعوذ بوجهك ها أعوذ بوجهك بيان كان لا تنفهم الأشاعرة أن تكون جهمية. الله سبحانه وتعالى تأذى وجهه. طيب أبو معنى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بوجهك. رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديث صحيح البخاري قال أعوذ بوجهك. بالله الله سبحانه وتعالى ترمكن آيات قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أسفل منكم. الله سبحانه وتعالى ترون كان يعني طبعا ده سوره تأسير تاثير الانعام قل هو القادر قل هو القادر قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم سوره الانعام بالله الله سبحانه وتعالى كتب الله سبحانه وتعالى القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الله سبحانه وتعالى

دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Uh, طبعا انت ما عارف سوره النبي داول كتاب كتاب صحيح البخاري، كتاب التوحيد اخواني سيبات كتاب التوحيد من صحيح البخاري. نعم. ايوه دي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مو كان يعني حديث نعم السؤال بأسماء الله وكان الله سميعا بصيرا طيب نعم أيوة ني طبعا إخواني حديث صحيح البخاري حديث سريب تجربوا أمبارات تسدم حديث قتيبة حدثنا قتيبة ابن سعيد قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف قولوا إمام أحمد حدثنا حماد طبعا حماد ابن زيد عن عمرو عمرو ابن دينار رحمه الله الإمام عن عبد عن جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله الأنصاري قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. الله سبحانه وتعالى ترون كان قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. الله سبحانه وتعالى مممم ترون كان عذاب من فوقكم عذاب دريبارد أتس داري أتس كامو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قال أعوذ بوجهك أكو مهن بلين نغندنغن وجه مو طيب سمعتوا إخواني الأسماء والصفات ني ترأم بنتين Kenapa? Kerana kita doa, kita meminta, kita boleh minta dengan nama Allah. Kan kita kata Allah ya Rahman, ya Rahim. Baik, hmm. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikata "Allahumma a'udhu biwajhik." Aku mohon perlindungan dengan wajahmu, ya Allah. Kemudian bila Allah kata, "Au min tahti arjulikum." Au min tahti arjulikum, azab datang di bawah tapak kaki kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'udhu biwajhik." أكون مهون بليندونا ان ان ننواجهه مي الله. قاتب إلى الله سبحانه وتعالى كذا أو يلبسكم أو يل أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيسر. طيب. دي إخواني طبعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بواسطة باب السؤال بأسماء الله تعالى. ممتن إننا الله. التوحيد توحيد الأسماء والصفات. طيب, طيب حديث, آه حديث عدي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسلوا كلاب المعلمة قال إن أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل طبعا عدي بن حاتم رضي الله عنه ليتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دي هذا أنجين أنجين ينترب لاتيه الكلب المعلم الكلب المعلم طبعا إخواني هذا له أنجين ينتله دي training or kalau dia lepaskan eh dan anjing itu telah tangkap satu binatang buruan hmm? dan uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam طبعا Adi ibnu Hatib berkata Rasulullah kalau aku lepaskan anjing aku yang aku training kemudian anjing aku tangkap seekor uh, seekor binatang buruan boleh tak aku makan? Jadi Rasulullah kata jika arsaltah kelabakmu almu'allama كلو انك هانتا عندي انك وينتله له تريني وينت ديلاتي وذكرت اسم الله او انا سبو بسم الله فامسكنا فكل كلو انجي انك وده تنكا بين بروان مبروان تبي دي تامكان دي تنكا جي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لي مكان واذا رميت بالمعراض فخرق فكل واذا رميت بالمعراض كلو انك المعراض ما تشلمبين بيندي او بالين لمبين ماسو دان تبّه كندره، ما بيناتنا ايتو حلال بمكان. طبعا اني حديث بننجي كان بلا سبّوا الله، بسم الله، سبحان الله. سمعتوا يا اخواني الامام البخاري رحمه الله سلاله كان باب اسماء وصفات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابّى رسول الله <applause> قال عليه الصلاه والسلام: لا تحلفوا، قال عليه الصلاه والسلام: أم antara antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul la tahlifu bi abaikum jangan sumpah dengan nama ayah kamu la tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sumpah dengan nama ayah kita kita tak boleh sumpah demi ayah aku demi wallahi aku sumpah ni tak boleh man kana halifan falyahlif billah Siapa yang nak sumpah kena sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sumpah dengan antara antara sumpah Rasulullah apa? La wa muqallib al qulub. La wa muqallib al qulub. La wa muqallib al qulub. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata tidak demi Tuhan Allah yang membolak balik. Siapa membolak balik hati manusia? همم. <applause> 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 الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم باين اتشيت يا اخواني. آه مونغناي آه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه طبعا ان نار جهنم آه كلما وضع الله فيها آه كلما وضع الله فيها من عباده آه قالت هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه. سيهينجو هل من مزيد؟ نو no, لغي حتى يضع الجبار قدمه فيها سيهنجا الله سبحانه وتعالى ملتا كان كاكين دلم ابين راكا فتقول قط قط ابين راكا بلا الله سبحانه وتعالى بيجا ابين راكا دينان كاكين ماكا طبعا ابين راكا بركات قط شكوب شكوب بان يا اخواني حديث طيب سبحان الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني نعم بني حديث بنجو كان صفة الله سبحانه وتعالى سبرت صفة, صفة... أبو كتنجين الله سبحانه وتعالى حديث أبو هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم أيوة إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق مغنائي ملائكة جوغا ملائكة ين بر سلينغانتي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كان هذا ملائكة يعني عمل كتاب كان الله سبحانه وتعالى كتاب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب كَبَدَ الله سبحانه وتعالى ناي بركاتة يعني سمعتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كان هذا دو يعني دو مساء أنت ملائكة ساتو ملائكة دي سيان ساتو ملائكة دي وقت سيان دا ملام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هذا ملائكة يان برسلين جانتي سيلين لا بتولى سيسبوت سليم <سؤال> جنتي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار آه نعم ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ملائكة إني دي دتا إنك عمل كده طيب سليه بارك الله فيكم أبا رسلين سليه غانتي طبعا مريكا بركم وقت بلي وقتو بالله وقتو صلاة صبح دنا وقتو Aa, bersilih ganti jazakallah khair akhi syafi'i malaika ini bersilih ganti setiap waktu untuk angkat amalan kita tapi yajtami'un mereka berkumpul di waktu uh, sikit lagi mereka berkumpul di waktu di uh, waktu uh, al-fajr wa salat al-asr waktu salat subuh malaikat siang dengan malaikat uh, ملام يقبل كبول يسيتو لتوك الشيف نعم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم كموديا ملائكة ين جاك شونتو ملائكة جاك دائما عصر سان بي صبح كموديا ملائكة لاين ين جاك دائما صبح سان بي عصر مالك ملائكة بلا انك عمل انك تنائم الله آه. ثم يعرج الذين باتوا فيكم كمدي ملائكة أتوا ناي كفر الله سبحانه وتعالى فيسألهم وهو أعلم بكم الله سبحانه وتعالى تاني ملائكة سيدنا كان الله سبحانه وتعالى الله من تهوي كتابه الله تاني كيف تركتم عبادي باقي ما نك كان هم بأكو فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون جدي يعني ملائكة إني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم، كموندي الملائكة اني ناي كفاية الله. كان الله كاتب. تعرج الملائكة والروح اليه تعرج الملائكة. احسنت يتناوبون، نعم برسيلي جانتي تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدي آه نعم يعني تعرج الملائكة. تعرج الملائكة. تعرج الملائكة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة طبعا تعرج الملائكة يعني تصعد ناي إيتو من يجو كان ملائكة سبنانية ناي كبار الله سبحانه وتعالى جدي إخواني سبحان الله سنة عقيدة التوحيد توحيد الأسماء والصفات ترى ما سبب أكن موجود كان دلم مدري كتاب شين الله سبحانه وتعالى بلا كتاب كنا الله بلا ك كتاب كنا رحمة الله سبحانه وتعالى بلا كتاب كنا الله سبحانه وتعالى بلا كتاب الله كتا بلا الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه وما قدروا الله حق قدره. مريكتي دا. من كان وما قدروا الله. مريكتي دا من تقدير كان الله سبحانه وتعالى سب انه هنا. احكيك الله. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. والارض سلر بومي دي الله سبحانه وتعالى دي هاريك والسماوات مطويات بيمينه. دا نسمو لاني لاني امم والسماوات مطويات بيمينه. طيب تنجو اخواني سبحان الله طيب سينا تنجو حديث طبعا حديث الله سبحانه وتعالى أي حديث بسني? حديث طبعا نعم حديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامه الله سبحانه وتعالى لبا سمو لني، دي هاد كيامن، ثم يأخذه النبیه اليمن. الله لبّ لني، ده للتأذل، تانًا كان الله سبحانه وتعالى. ثم يقول أنا الملك. الله قالت أكو يا رجل أين الجبارون؟ ما نكه راجر راجي يندرى في الدنيا أين المتكبرون؟ ما نكه مركّة ينبرلاق في سمو ماتي. طبعًا إخواني هذا ساتو أيه إنسان عنده دلّم سورة غافر. الله سبحانه وتعالى قالت. إن شاء الله سيتبعون آية إني. نعم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين الدعاء فادعوا الله مخلصين له الدين إخواني التوحيد مستي دعاء كفر الله سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ها تيوصف الله رفيع الدرجات يلقي الروح من امره على من يشاء يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. إني بعدها بل بلا سم ماروسياماتي يعني الله سبحانه وتعالى لبا لني. يعني يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات ثم يقبضها بيمينه الله سبحانه وتعالى لبا لبا سم لأن الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى إني حديث صحيح حديث صحيح واني. رواه مسلم ثم يقول انا الملك الله أكله راجل راجل اين الجبارون منك راجل راجل منك اين المتكبرون منك مريكا يمبر لاكا اني راجع ويني راجعيني كان الله سبحانه وتعالى تانى من فرعون؟ اين فرعون اين هامان ثم يطوي الارضين بشماله <مدين> الله سبحانه وتعالى لب بومي بومي سمو لعن سبحان الله تانن. كيري الله سبحانه وتعالى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون الله سبحانه وتعالى تانيا منakah جبارون منakah ملك يبر لا قادي أتى مكبومي إخواني طبعا هذا حديث رواه ابن أبي شيبة هذا جوا دلم وصلنا ابن أبي شيبة جدي إتو له إخواني بلكيته من النار صفة, صفه الله سبحانه وتعالى. كي تمكن ساين كفاه الله. مكن اندح. عبادك كي تبنوا خشوع الخشوع. كي تتهوى الله سبحانه وتعالى سميع، بصير، قوي، عالم. عالم، متكبر، متعال. الله اكبر. وما قدر الله، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه. سمعتوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سب ودنا حديث ابن ماجه. في كتاب الرد على الجهمية عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطوي الله السماوات بيمينه الله سبحانه وتعالى أكلب الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسط ويبسطها كت عبد الله بن عمر رضي الله عنه آه كان عبد الله بن عمر آه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده حديث صحيح إخواني آه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا آه نعم فكان رسول الله يقبض يده كجاء إخواني سيتنجو إن شاء الله حديث ابن ماجة سيسك سنع حديثي لأن راسين صحابة أبون يعني كل يسائي يسوك حديث إني طبعا حديث أه... ايوه ابن ماجه نيه اني آه حديث عبد الله بن عمر حديث هشام ابن عمار ومحمد بن الصباح محمد بن الصباح أه شيخ البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله كتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم التسمين نعم آه وهو يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيمينه الله سبحانه وتعالى يأخذ الله بقن الله عمبي ما تمني الله نعم إخواني يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده الله سبحانه وتعالى يأخذ الله بقن أنبئ ثم لامس لانق نبومي بومي بيده وقبض يده فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يده رسوله بgan tangan genggam فجعل يقبضها ويبسطها رسول الله بوأجيني بوأجيني رسوله تنجو رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو بيده ثم يقول الله تعالى انا الجبار انا الملك الله كته اكوله الجبار اكو يمنندق المالوسيه أكو يم منندو كان ما أنا الملك أكو لهرجة أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ مناكه مريكا يندلو برتلاقا مناكه مريكا ين برمجه مجه قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله رسول الله يتمايل إيه يتمايل ماسونيون كتيكة خطبة رسول الله التسمينبر يتمايل رسول الله جويان كيري حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء Sehingga Abdullah bin Umar kata, aku duk pandang al-mimbar. Aku tengok mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah mula goyang, gerak. Min asfali syai'in min, ada benda bawah mimbar ni dah mula gerak. Hatta inni la aqul, sehingga aku berkata dalam keadaan risau, asaqatun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah mimbar akan jatuh? Ikhwan, dia tengok hadis ini. Sangat indah. Hmm? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada sahabat tunjuk kepada sahabat bagaimana mimbar Rasulullah tunjuk bagaimana yak yakhudhul Jabbaru, ta'ala as-samawati wal bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala genggam langit dan bumi. Tapi minta maaf saya nak tanya soalan. Soalan. Katakanlah seorang tu bila duduk atas mimbar ataupun tempat ceramah dan tunjuk cara contohlah contoh, lah, contoh. Contohlah, dia kata nak tunjuk bagaimana contohlah kita panggil. Eh. Seorang pensyarah di universiti. Tunjuk kepada anak murid bagaimana uh, yang berlaku satu perkara dalam ilmu fizia. Hmm? Bagaimana uh, uh katakanlah benda bulat ini bertukar, ber, berputar. Pensyarah tunjuk cara serius. Itu menunjukkan pensyarah nak bagi tahu sesuatu yang betul ataupun takwil. سير الجواب اخواني. بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو دنان تانغا نيو ما ملكة عبد الله بن عمر فجعل رسول الله يقبض يده ويبسطها. ده حديث عبد الله بن عمر يعني صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتس منبر تنجو رسول الله هلور تانغا لن تتوب. سيهينجو عبد الله بن عمر وانا انظر الى منبر رسول الله يتحرك من اسفل شيء منه. aku tengok mimbar Rasulullah dah goyang, dah gerak. Sehingga aku kata, eh? Sehingga aku kata, asaqatun huwa bi Rasulillah. Begitu kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala genggam bumi dan faja'ala Rasulullah yaqbidu yadahu wa busutuha. Rasulullah genggam tangan dan hulur. Genggam Rasulullah tunjuk tunjuk Rasulullah tunjuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala genggam langit dan bumi. Taib sehingga goyangnya mimbar Abdullah bin Umar bimbang takut mimbar Rasulullah jatuh. Adakah ini bersungguh-sungguh Rasulullah tunjuk? Adakah ini tashbih? Ini tashbih, ikhwani. Barakallahu fikum abang Maman. Barakallahu fikum. Tunjuk yang sebenar. Barakallahu fikum awan. Tunjuk yang sebenar. Shima. MasyaAllah. Ahsantum. <applause> ايوه ابا غزي <نزل> تنجو هي كبنرا طيب رسول الله اخواني وهذا حديث صحيح سبحان الله جدي سبتوا اخواني ايوه ابا رزالي كلو ادى الشاعر اسكرا دكاترة رسول الله ده عمل ده سمك استغفر الله بركه أبراني بارك الله فيك اخي رزالي رزال. رزالي بارك الله فيك بركه أبراني اسمعني تربايه شيء ما ما شاء الله نعم حديث صحيح رواه ابن ماجه طيب اخواني تينو ابن ماجه رحمه الله جلت كان حديث ايدي dalam باب apa tengok ابن ماجه سبانيا لتا كان حديث اني دلم باب ذكر آه نعم طبعا حديث ابن ماجه كتاب الزهد شاومي طبعا اخواني آه ابن ماجه حديث اني دو وكالي ساتو دلم كتاب فيما انكرت الجهميه هيني حديث فيما انكرت الجهميه ممكن ستنجئ كاسيني سيدنا سمطير روما إيه حديث يا اخواني تمام يا الله تاجل لها سنين طيب Sebab kita dah habis dah. Saya tunjuk ikhwan ni. Hadis ini sangat saya suka. Kerana hadis ini mengenai Fima ankaratil jahmiyah. Apa yang jahmiyah telah tolak itu hadis tadi yang saya cerita hadis Abdullah bin Umar bagaimana mimbar Rasulullah bergerak. kata Abdullah bin Umar aku tengok mimbar Rasulullah bergerak ketika Rasulullah tunjuk dengan tangannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala genggam langit dan bumi. Baik insya-Allah ikhwani. Barakallahu fi ustaz boleh share آه بولي بولي إن شاء الله بولي بولي حديث اني اني ان شاء الله حديث نمبر آه سري آه سراتوس سمينا بلو لابان سراتوس سمينا بلو لابان مقدمة سبحان الله حديث قدسي لقي سنن ابن ماجه حديث سراتوس سمينا بلو لابان طبعا حديث اني دلم بهاجين المقدمة مقدمة الإمام ابن ماجه باب فيما أنكرت الجهمية بهاجين apa hadis-hadis yang Jahmiyah ingkar. Tuan-tuan ikhwan al-Jahmiyah asyik Asy'ariyah sama kerana mereka tolak hadis, tolak Allah ada tangan, mereka tolak sifat-sifat Allah dan mereka tolak hadis yang sahih. Barakallah fikum. Baik ikhwan, cukup setakat ini. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan insyaAllah kita terus pegang kuat dengan tauhid sifat. Dan insyaAllah allah kejap lagi ada kuliah seakhi Abu Rayyan. Kita boleh tengok bersama-sama di mana dia akan syarah beberapa hadis daripada kitab Al-Azamah. للإمام أبو الشيخ الأصبهاني إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله